يعني انا بتصور ان حضرتك كمواطن سيناوي شمال سيناوي بالتحديد ممكن او بتدرس في جامعة العريش ممكن تشهد على هذه الطفرة اللي يعني البيانات الرسمية بتقول ارقام، لكن على الارض كيف تشعر تغير حقيقي في شمال سيناء؟ مساء الخير على حضرتك وعلى مشاهدينك الكرام. انا كمواطن مصري سيناوي على ارض سيناء بنشهد في الفترة الحالية فعلا طفرة في عملية التنمية الحقيقية على أرض سيناء. سيناء يعني كان فيها تنمية في الفترات السابقة ولكن لم تكن بالقدر المأمول أو بالسرعة اللي كنا نأملها. أما في الفترة الأخيرة وبعد تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم بدأت التنمية الحقيقية على أرض سيناء، وإن كانت كان في فترة من الفترات كان في مرحلة الإرهاب والتطرف اللي بعد ثورة 30 يونيو، إلا أن الجيش المصري وبمساعدة الشرطة المصرية والشرفاء من القبائل الذين يعيشون على أرض سيناء تمكنوا بفضل من الله سبحانه وتعالى من أن هم دحر وكسر شوكة الإرهاب، وبالتالي بدأت عملية التنمية الحقيقية على أرض سيناء. القيادة السياسية تعلم جيدا أن سيناء بمساحتها الشاسعة لتتعدى 70,000 كيلومتر مربع شمالا وجنوبا، وإن كنا سنتكلم عن شمال سيناء 27,000 كيلومتر مربع ونسبة السكان فيها قليلة جدا، فكانت مطمع للدول أو الدولة الاستعمارية الحدودية اللي موجودة معنا وفرصة أو مكان يعني قد يكون خصب لعمليات الإرهاب والتطرف اللي هي موجود. فالقيادة السياسية تنبهت لهذه العملية وبدأت في عملية زرع سيناء. عملية سيناء والتنمية الحقيقية اللي بتتم على أرض سيناء النهاردة، أنا عندي مجموعة من المشروعات الكبيرة جدا. أولا أنا هتكلم على موضوع التعليم، يعني التعليم النهاردة في سيناء وده يعتبر من ضمن روافد أو قاطر التنمية اللي هي موجودة، لأن أنا بدون تعليم موجود على أرض سيناء لن تكون هناك عناصر تنمية حقيقية. إحنا كنا في فترة من الفترات تابعين لجامعة قناة السويس، ولكن القيادة السياسية أولت تمام رعاية واهتمام بشمال سيناء فأنشأت جامعة العريش. جامعة العريش النهاردة بتضم يعني مختلف الكليات اللي هي موجودة، وبالتالي في تعليم جامعي موجود على أرض سيناء بجانب التعليم الثانوي والتعليم الابتدائي والإعدادي اللي هو موجود يعتبر من ضمن المغذيات لجامعة العريش اللي هي موجودة. جامعة العريش النهاردة بتعتبر جامعة إقليمية بتهدف إلى دراسة احتياجات البيئة السيناوية والعمل على يعني استخدام المنهج العلمي في إقامة المشروعات اللي هي موجودة على أرض سيناء. التعليم في سيناء بيشهد طفرة حاليا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. النهاردة هتكلم أنا مثلا على النهاردة المشروعات اللي النهاردة بتتم النهاردة على أرض سيناء. طب استأذنك يا دكتور قبل ما نروح للمشروعات اللي تم افتتاحها النهاردة، بما أن حضرتك كلمتني عن التعليم ودي نقطة مهمة، أنا بتصور أن احنا لازم ندرج الفنون السيناوية اليدوية والحرف الرائعة، شغل المنسوجات وشغل الإكسسوارات وشغل الملابس لابد أنه يضاف لأقسام فنون زخرفة كليات تربية فنية. هل حدث ذلك بالفعل؟ هو إن شاء الله بإذن الله حضرتك تتلمست يعني حاجة جوهرية موجودة على أرض الواقع. إحنا التراث والفلكلور السيناوي بيعتبر من ضمن سمات الشخصية السيناوية أيا كان هذا التراث، في زي بدوي، في أعمال يدوية، في أشغال يدوية، حتى في الشعر النبطي أو الكلام الموروث من خلال والأغاني يا فندم، الأغاني السيناوية والرقصات المميزة والأغاني السيناوية والسامر والدحية اللي هي موجودة من ضمن سمات المواطن السيناوي في الأفراح، كان بتكون من ضمن العناصر اللي هي عناصر الفرح اللي هو موجود. ففي في سبيل إن شاء الله يعني بواعد من القيادة السياسية ومن رئيس الجامعة إنها تكون في كلية آثار أو يكون في قسم تمام موجود في كلية الآداب للاهتمام بالتراث السيناوي الموجود. احنا عندنا بعض الجمعيات الأهلية بتهتم بالتراث السيناوي اللي هو موجود من خلال عملية الملابس والتطريز اللي هو موجود بالست البدوية أو الرجل البدوي بيلبسه، ويمكن أنا قدام حضرتك أنا يعني بتزين بالزي البدوي اللي هو موجود بفتخر به. تمام، فحضرتك ده من ضمن الحاجات الأساسية اللي هي إن شاء الله تمام هيكون لها اهتمام ورعاية على أرض سيناء للحفاظ على التراث السيناوي اللي هو موجود. طيب خلينا نتكلم مع حضرتك بقى على الافتتاحات الرائعة ونمسك الخشب اللي تمت النهاردة، محطات المية طبعا يعني أكبرها وأهمها محطة معالجة صرف بحر البقر، 5.6 مليون متر مكعب يوميا من المياه المعالجة ثلاثيا
لزراعة 476 ألف، حوالي نص مليون فدان في شمال سيناء فقط، وعبر يعني مواسير تحت المجرى الملاحي لقناة السويس، يعني شيء أشبه بالمعجزة وأرقام كبيرة جدا في الاستثمارات. أعرف تعليق حضرتك على ده والنقلة اللي ممكن يتنقلها المواطن السيناوي بناء على هذه المشروعات. هو حضرتك المواطن المصري بصفة عامة تحدى الإعجاز، تحدى الإعجاز بعملية العبور اللي تمت في 73، ونحن مقبلين منذ يعني فترة قليلة جدا على مناسبة عظيمة جدا على الشعب المصري اللي هي 6 أكتوبر وعملية العبور اللي تم في 73. النهاردة بعد 73 العبور الثاني اللي تم العبور الثاني بالجيش المصري للقضاء على عملية الإرهاب، وبعد أن تم القضاء على الإرهاب إن شاء الله في طريقه إلى الزوال بدأ عبور عملية التنمية. عبور عملية التنمية بيتم من خلال، قبل ما أتكلم أنا عن نقل المياه من خلال محطة التحلية اللي هي موجودة أو مشروع تحلية مياه بحر البقر، أنا هتكلم على عملية ربط سيناء بالوادي. أيوة. سيناء كانت يعني في فترة معينة من الزمن في عزلة، وكانت عملية العبور فيها نوع من الصعوبة بالنسبة للمواطن المصري السيناوي من وإلى سيناء، ولكن بعد عملية افتتاح الأنفاق اللي تمت على أرض سيناء، الأربع أنفاق اللي تموا، 2 في بورسعيد و2 في الإسماعيلية، ومنذ أيام قلائل كان الرئيس بيفتح النفق الخامس في محور النفق الخامس اللي هو موجود في السويس لربط يعني شرق القناة بغرب القناة، ولحدوث عملية التنمية في وسط سيناء. إيه؟ احنا النهاردة عملية التنمية تمام النهاردة بتتم من خلال مجموعة من المحاور الأساسية. أنا عندي التنمية الزراعية، سيناء أرض خصبة موجودة تمام بتحت أرض بكر، بيئة طبيعية صالحة لعملية الاستنبات وزراعة يعني نباتات موجودة فيها. النهاردة سيناء في فترة معينة من الزمن كانت يعني قبل يعني منذ حوالي 3 أو 4 سنوات كان في عملية منتوجات زراعية بتطلع من العريش ورفح والشيخ زويد، بتشتهر بها تمام تلك المناطق، وكانت بتغذي أسواق جمهورية مصر العربية في الداخل. حصل نوع من يعني عملية هجر الأرض نتيجة العملية الشاملة التي تمت على أرض سيناء للقضاء على الإرهاب، ولكن النهاردة في سبيل العودة إلى عملية الزراعة اللي تمت أيا كان زراعة على المطر أو زراعة على المياه الجوفية، النهاردة الدولة من خلال عملية نقل المياه أسفل قناة السويس لتنمية في سيناء، سهل الطين النهاردة يعني اللي هو الملاصق لبورسعيد في كمية زراعات فظيعة جدا في ثروة سمكية. النهاردة المية اللي هتمر من أسفل قناة السويس اللي هي من لتحلية المياه اللي هي موجودة ومعالجة المياه في بحر البقر اللي هتمر لزراعة حوالي 400 ألف فدان أو ما يزيد عن هذا تمام، ستؤدي إلى طفرة طبيعية في للمواطن المصري السيناوي الذي يعيش على أرض سيناء.